بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا بنعمه ربنا نكمل دراستنا في سفر العدد الاصحاح 22. هنبتدي من اصحاح 22. احنا عندنا الاصحاحات اللي جايه 22 و23 و24 كلهم حوالين موضوع واحد كبير، اللي هو موضوع بلعام ابن بعور. و25 برضو الإصحاح الرابع يعني برضو في شيء من الثمرة أو النتيجة للمشورة بتاعة بلعام. هنحاول لو قدرنا نخلصه مطول، لكن لو قدرنا بس نخلص الفكرة العامة بتاعتهم إيه. نقرأ أول جزء. وارتحل بنو إسرائيل ونزلوا في عربات مؤاب من عبر أردن أريح. عدد سفر العدد إصحاح 22. ولما رأى بلاق ابن صفور جميع ما فعل إسرائيل بالأموريين فزع مؤاب من الشعب جدا. بلاق ده كان الملك بتاع إيه؟ مؤاب، ملك بتاع مؤاب. فزع مؤاب جدا، فزع مؤاب من الشعب جدا لأنه كثير، وضجر مؤاب من قبل بني إسرائيل. فقال مؤاب لشيوخ مديان: الآن يلحس الجمهور، الجمهور اللي هم شعب إسرائيل الكتير دول، كل ما حولنا كما يلحس الثور خضرة الحقل. وكان بلاق ابن صفور ملكا لمؤاب في ذلك الزمان، في ذلك الزمان. فأرسل رسلا إلى بلعام ابن بعور إلى فتور التي على النهر في أرض بني شعبه ليدعوه قائلا: هوذا شعب قد خرج من مصر، هوذا قد غش وجه الأرض وهو مقيم مقابلي، فالآن تعال ولعن لي هذا الشعب لأنه أعظم مني، لعله يمكننا أن نكسره فأطرده من الأرض، لأني عرفت أن الذي تباركه مبارك والذي تلعنه ملعون. فانطلق شيوخ مؤاب وشيوخ مديان وحلوان العرافة في أيديهم وأتوا إلى بلعام وكلموه بكلام بلاق. نقف بس هنا ناخد فكرة كده. احنا شفنا شعب اسرائيل عدى من ناحية شرق نهر الأردن واجتاح أراضي هناك، ملك الأموريين وملك باشان، وخدوا المنطقة، وعددهم ضخم جدا. يعني هما طالعين من مصر قرب 3 مليون، ممكن أكتر أو أقل. بعد 40 سنة في البرية دول بيزيدوا ما بينقصوش يعني. فعددهم كان زيادة جدا، عدد ضخم، فمخيف مع السمعة اللي جت عن يعني عنهم. فالملك بتاع المؤاب، مؤاب دول في منطقة جنب برضو شرق نهر الأردن، و انتوا عارفين مؤاب دول ولاد لوط، من ولاد لوط، من بنته الكبيرة. وكان ما بينهم وما بين شعب إسرائيل يعني ما كانش فيه سلام يعني. لكن الراجل خاف وقال: أنا عايز قوة إلهية أو سحرية تخليني أغلب الشعب المخيف ده. فكان في راجل معروف إن هو نبي وله علاقة بربنا في بلد جنبهم، مش محددة بالظبط، هو بيقول جنب النهر، مش معروف يعني. الأنهار كثيرة في المنطقة، في أنهار كبيرة وأنهار صغيرة. قال نروح جيب الراجل ده يلعن الناس، فلو لعنهم ربنا يلعنهم من بقه الباب السماء زي ما بيقول. فقال نروح للراجل ده اللي هو بلعام. يبقى بلاق ده الملك، بلعام ده النبي. وبعت ناس من الشيوخ الكبار عشان يعني ايه يعرفوا يقنعوه، يعني يبقى لهم مركز كده عنده ومعاهم شوية هدايا وحلوى وحاجات زي كده. وآتوا إلى بلعام وكلموه بكلام بلاق. نشوف بقى موضوع بلاق ده، موضوع بلعام ده. موضوع بلعام هو يعني هنقرأ هنشوف هنعرف إنه له علاقة بربنا، علاقة قوية جدا بربنا، ربنا عطيله روح النبوة وبيشوف رؤى. لكن
عنده نقطة ضعف خطيرة هنشوفها مع بعض. نقطة الضعف دي خلته يعني هلك، مع انه كان الراجل بتاع ربنا. في الاول عايز اقول انه ربنا لا يترك نفسه بلا شاهد. في كل مكان ممكن نلاقي ناس بتوع ربنا، ربنا بيشتغل، ان هي هو ربنا اللي بيختار وربنا اللي بيشتغل. يعني ما اقولش ربنا حاصر نفسه في الناس دي، لا، ربنا مش حاصر نفسه، احنا محصورين في ربنا، لكن ربنا مش حاصر نفسه فينا. ربنا ممكن يشتغل في كل حتة وفي كل مجال وفي كل بشر وفي كل أمة. ربنا ممكن يشتغل ويدعو ناس ويشتغل من خلالهم ويديهم نعمته. احنا محصورين في ربنا ومحصورين في كنيستنا، احنا بشر ومن خلالها بناخد طريق الحياة الأبدية، لكن ربنا مش حاصر نفسه. ربنا له ناس في كل مكان، زي ما قال في العهد الجديد القديس بطرس: لا يترك نفسه بلا شاهد. ربنا لا يترك نفسه بلا شاهد، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول أمامه. هو ربنا ما بيسيبش نفسه. فواحد ما نعرفش عنه أساسه إيه، أصله إيه، فصله إيه، عرف ربنا إزاي، ربنا اختاره إزاي، إحنا ما نعرفش، بس هو رجل الله ونبي وكلامه نافذ. اللي هيقوله كلامه نافذ. طبعا اللي كلامه نافذ ده بالمناسبة مش بيقول أي كلام، ده بيحاسب خالص على كلامه، إنه بياخد الكلمة من بق ربنا ويقولها. مفيش واحد كده بيقول كلام كتير وأي كلام ومن عنده وده يبقى كلامه نافذ وده يبقى له وزن عند ربنا، لا. كلامه نافذ ده اللي بيحاسب على كلمة خالص ويختار الكلمة اللي ربنا يحطها في بقه هي اللي ينطقها. فعشان كده يبقى كلامه نافذ، مش بيقول أي كلام. تعالوا نشوف اللي حصل، نقرا حتة حتة كده وناخد تعليقات بسيطة في السك. فقال لهم، ده بالعام، فقال لهم: بيتوا هنا الليلة فأرد عليكم جوابا كما يكلمني الرب. الراجل ايه؟ مرضاش طبعا يرد، مش مثلا على طول يتسرع، هي هتدوني كام؟ لا لا لا، انا جاي معاكم. لا، قال لهم: استنى، انا مش همشي كده، اشوف ربنا الاول عايز مني ايه. بيته هنا الليلة فأرد عليكم جوابا كما يكلمني الرب. فمكث رؤساء مؤاب عند بلعام، فأتى الله إلى بلعام وقال: من هم هؤلاء الرجال الذين عندك؟ فقال بلعام لله: بلاق ابن صفور ملك مؤاب قد أرسل إلي يقول: هو ذا الشعب الخارج من مصر قد غش وجه الأرض، غطى يعني وجه الأرض كلها، تعال الآن إلعن لي إياه لعلي أقدر أن أحاربه وأطرده. بلعام بيعرض الموضوع على ربنا. فقال الله لبلعام: لا تذهب معهم ولا تلعن الشعب لأنه مبارك. كلام واضح وقاطع ومركز: لا تذهب معهم ولا تلعن الشعب لأنه مبارك، يعني حتى ما تروحش معهم. فقام بلعام صباحا وقال لرؤساء بالاق: انطلقوا إلى أرضكم، لأن الرب أبى أن يسمح لي بالذهاب معكم. فقام رؤساء مؤاب وأتوا إلى بالاق الملك وقالوا: أبى بلعام أن يأتي معنا. فعاد بالاق وأرسل أيضا رؤساء أكثر وأعظم من أولئك، فأتوا إلى بلعام وقالوا له: هكذا قال بلاق ابن صفور: لا تمتنع من الإتيان إلي، لأني أكرمك إكراما عظيما وكل ما تقول لي أفعله، فتعال الآن إلعن لي هذا الشعب. الشيطان ما بيملش ان هو يعرض علينا الخطيه، يزن، هذا ما انا قلت لا في الاول، ما فيش مانع يقعد ايه يلح ويزن علي ويعرض علي شويه ايه مغريات. اكرمك اكراما عظيما، هديلك حاجات كتير.
فأجاب بلعام وقال لعبيد بلاق: ولو أعطاني بلاق ملء بيته فضة وذهبا لا أقدر أن أتجاوز قول الرب إلهي لأعمل صغيرا أو كبيرا. يا سلام، حد هنا الرجل ماشي إيه؟ ممتاز، مظبوط جدا. لو كل بيته، طبعا بيته ده ضخم، بيت الملك، قال لو البيت ده كله مليان على آخره ذهب وفضة وعطهوني برضو أنا إيه؟ لا أقدر أن أتجاوز قول الرب إلهي لأعمل صغيرا أو كبيرا، أعملش أي حاجة. فالآن امكثوا هنا أنتم أيضا هذه الليلة لأعلم ماذا يعود الرب يكلمني به. أدي أول إيه؟ أدي أول غلطة. طب ما ربنا بيقول لك لا، هو ربنا هيغير رأيه؟ طب اقعدوا هنا أما أشوف. بيتحايلوا، طب قال طب استنوا يمكن يعني أخذ رسالة مختلفة. ربنا قدوس مش هيتصالح مع الخطية، ربنا بيدي البركة والمحبة، عمره ما هيعلمنا حاجة مختلفة. فهو قال لك لا من الأول، خلاص امكثوا الليلة، يبقى نبتدي نتفاوض بقى. فأتى الله إلى بلعام ليلا وقال له: إن أتى الرجال ليدعوك فقم اذهب معهم، إنما تعمل الأمر الذي أكلمك به فقط. فقام بلعام صباحا وشد على أتانيه وانطلق مع رؤساء مؤاد. تقول لي طب ما ربنا قال له روح اهو، مش قايل له في الاول لا تذهب معه؟ هو بلعام لما يقول للناس طب اقعدوا اما اشوف، هو عايز يروح. هو بيقول كلام من بره كده، لكن هو من جوه يبدو ان هو ايه؟ عايز يروح، عايز الفلوس. بدر الحكايه ايه؟ ما هو الواحد ساعات يخبط كلام كده. لا لو عطاني ايه، بس لما الفلوس تتحط قدامه يقول طيب معلش شوف لها مخرج بقى، يعني شوف لها عذره وياخدها. فقال له طيب روح، ما دام انت عايز تروح بس ما تقولش غير اللي انا هقولك عليه بس. يعني طب انت يا رب راضي؟ الراجل بتاعك ده انت راضي على ان هو يروح يعني؟ قال لا مش راضي، بس يروح ما دام هو عايز ومصمم. هيبان. فحمي غضب الله لأنه منطلق. أما أنت يا رب اللي قلت له لا، أنا مجرد سمحت له. من ساعات واحد إيه يطلب من ربنا حاجة، يا رب أنا عايز أعمل كذا، أنا عايز أعمل كذا. طب أنا قلت لك لا في الأول، دي ما توافقش إرادتي، ودي مش في الصالح، ودي مش للخير، وده شر. بس يا رب طب أروح على كيفك. ربنا بيقول له على كيفك، على كيفك. دي مش المفروض ان هو يروح، المفروض ان هو يقول له لا يا رب، لا لا لا، انت قلت لي لا في الاول، انا مش هروح. انا عارف انك انت بتقول لي على كيفك، يعني زي الابن الضال كده لما قال انا خارج، يعني خارج ومش راجع تاني. قال له على كيفك، بس هو مش عايز يخرج، بس قال له على كيفك، اعطاه الحريه. فحمي غضب الرب، فحمي غضب الله لأنه منطلق. بعت له ملاك، ووقف ملاك الرب في الطريق ليقاومه وهو راكب على آتانه وغلاماه معه. فأبصرت الآتان ملاك الرب واقفا في الطريق وسيفه مسلول في يده، فمالت الآتان عن الطريق ومشت في الحقل. خلوا بالكم، الرجل النبي العظيم ده اللي عينيه مفتوحة على السماء مش شايف الملاك، واللي شايف الملاك هو الأتان الحمارة. الأتان اللي هي الحمارة تبقى دايما الناس تركب حمارة، بتبقى طيبة كده وإيه وتمشي في سلام، وعارفة شاطرة، عارفة السك. ياه، يعني أنت النبي، شوف الموقف، أنت النبي اللي المفروض بتشوف، عينيك ما بقتش بتشوف، والحيوان الأعجم بقى هو اللي بيشوف. ياه، يعني الحيوان الأعجم ده مستوى بقى أعلى. فيقول لك مالت عن الطريق ومشت في الحقل، يعني الطريق بيبقى زي طريق تراب كده بين الحقول، ها؟ فالملاك واقف سدد السكة بسيف، فراحت نازلة في الغيط، نزلت في الزرع، مش عارفة تمشي في السكة، الملاك واقف، هو مش شايف الملاك. فحاجة غريبة بالنسبة له إن الحمارة تنزل في الإيه؟ تنزل في الغيط، فضربها.
جامد عشان تتعدل وتمشي في السك. فضرب بالعام الاتان ليردها الى الطريق، ثم مشيت الملاك وسع لها السك. ثم وقف ملاك الرب في خندق للكروم، له حائط من هنا وحائط من هناك، حته كده مزنوقه ما فيهاش يعني سكه تنزل الحقل، في حيطه وحيطه، حته في الطريق كده فيها ايه، بيبقوا حيطه مش مبنيه يعني بالطوب، بتبقى حيطه مبنيه بالبوص بس حيطه مش ممكن واحد يعدي منها، يعني حاجه زي سور للحقل كده، يعني سور للحقل الكرم ده بيعملوا له سور يعني. فجت في الحته دي والملاك راح وقف لها في الوسط. ثم وقف ملاك الرب في خندق للكروم، له حائط من هنا وحائط من هناك. فلما ابصرت الاتان ملاك الرب زحمت الحائط، عايزه تعدي من جنبه كده، فزنقت في الحيطه وضغطت رجل بلعام بالحائط فضربها ايضا. ايه ده؟ بتعمل كده ليه؟ سكه قدامها، لا السكه هو مش شايف بس، وما بقاش بيشوف، في حاجه تانيه عمت عينيه. هنشوف دلوقتي ايه. ثم اجتاز ملاك الرب ايضا ووقف في مكان ضيق حيث ليس سبيل للنكوب يمينا وشمالا، يعني حتى الاتان عايزه تعدي منه يمين تعدي منه شمال مش هتعرف تعدي، وقف سد السكه خالص. ثالث مره اهي. المفروض ان الشاطر اللي النبي بتاع ربنا اللي بيفهم ترتيبات ربنا طول ما هو ماشي بياخد باله لو في حاجه كده مش مظبوطه بتحصل، بينتبه انه ربنا عايز يوصل له رساله. ربنا بيقول له السكه مش سكتك، انت رايح فين؟ السكه مش سكتك، راجع نفسك، انت ماشي في السكه الغلط. مره في الثانيه في الثالثه مش فاهم، ما بقاش فاهم، في حاجه غريبه دخلت خليته ما بقاش فاهم وما بقاش شايف. فلما ابصرت الاتان ملاك الرب ربضت تحت بلعام، راحت قاعده في الارض. فوجئ بلعام ان السكه هو مش شايف الملاك، بس الاتان الملاك سد السكه قدامها، فراحت قاعده في الارض. فحمي غضب بلعام وضرب الاتان بالقضيب، ففتح الرب فم الاتان فقالت لبلعام ماذا صنعت بك حتى ضربتني الان ثلاث دفعات؟ فقال بلعام للاتان لانك ازدريت بي، بتستهزئي بي، عماله تخبطيني يمين وتخبطيني في الحيطه وتنزليني في الغيط وتعودي، لانك ازدريت بي، لو كان في يدي سيف لكنت الان قد قتلتك. فقالت الاتان لبلعام ألست أنا آتانك التي ركبت عليها منذ وجودك إلى هذا اليوم؟ هل تعودت أن أفعل بك هكذا؟ فقال لا. الآتان بتديله الدرس، هي الفكرة مش مجرد أن الآتان بتنطق، لا ده ربنا بعت له الدرس على لسان الحيوان ده، قال له يعني مش تفهم؟ هي عمرها عملت معاك كده دي؟ يبقى انت في سكه ماشي فيها غلط، وربنا بعت لك الرساله عن طريق الحيوان. ساعات احنا كده الواحد يكون في حاجه عمي يعني، ساعات الشهوه، شهوه الجسد، شهوه محبه المال، شهوه الغضب والانتقام تعمي عينين الانسان، تعميه. وبعدين ربنا يبعت له الرساله عشان يفوق على لسان طفل صغير، وعلى لسان موقف، ولا على لسان ساعات حيوانات أعجمية، قد إيه عندهم حب وعندهم وفاء وعندهم الحيوانات البسيطة دي. ألست أنا أتانك التي ركبت عليها منذ وجودك إلى هذا اليوم؟ هل تعودت أن أفعل بك هكذا؟ فقال لا صحيح. ثم بس أول ما بدأ يقول لا يعني هبتدي يفكر بقى في حاجة، يعني حاجة مش طبيعية بتحصل. ثم كشف الرب عن عيني بلعام فأبصر ملاك الرب واقفا في الطريق وسيفه مسلول في يده، فخر ساجدا على وجهه، نزل مع الأتان وسجد، يعني ما انتش فاهم. فقال له ملاك الرب لماذا ضربت أتانك الآن ثلاث دفعات؟ ها أنا ذا قد خرجت للمقاومة لأن الطريق ورط أمامي،
فأبصرتني الأتان ومالت من قدامي الآن 3 دفعات. أنا خرجت للمقاومة، يعني لمقاومتك، يعني أنا جاي علشان أوقفك عن السكة اللي أنت ماشي فيها، لأن الطريق اللي أنت هتتورط فيه هيضيعك. والأتان هي اللي أبصرتني مش أنت. ومالت من قدامي الآن 3 دفعات، ولو لم تمل من قدامي لكنت الآن قد قتلتك واستبقيتها. يعني ربنا يهون عليه ان الرجل بتاعه ده يموت احسن ما يهلك. لما يموت وهو قبل ما يورط نفسه في الخطية احسن ما يروح ويهلك في الخطية، لان ربنا يهمه حياتنا الابدية. مش مهم احنا هنعيش على الارض قد ايه، لكن مهم حياتنا الابدية. لكنت قد قتلتك واستبقيتها. فقال بالعمل ملاك الرب اخطأت. كان لسه يعني ايه ضميره صحي، اخطأت، انا ما كانش المفروض ان انا اروح اصلا. اني لم اعلم انك واقف تلقائي في الطريق، والان ان قبح في عينيك فاني ارجع. يعني لو انت شايف ان يعني بلاش مش كويس ان انا اروح، ارجع. بس برضو ايه، طب ما المفروض انت ترجع من غير ما تقول الكلمتين دول، تروح واخد بعضك وراجع، مش سكتك. انت رايح ليه؟ زمان كان ابونا بشوي كامل مره كان بيعلق على، كان بيتكلم على سفر نحميا يعني، وبيتكلم على نحميا لما كان عايزين يوقفوا له الشغل، فقالوا له انزل نتقابل في الحته الفلانيه وندردش مع بعض ونتفاوض. فقال فمرضاش، قال ها انا عامل عملا عظيما ولا اقدر ان انزل، انا بشتغل في حاجه مهمه مش فاضي للكلام بتاعكم ده. فعلق ابونا بشوي بقى وبيقول ايه، بيقول المشكله الكبيره بتاعت حواء لما الحيه بدات تتكلم معاها انها بدات تتفاوض معاها وترد عليها. هو في واحد يشوف حيه ويقول نتفاهم؟ شوف حية بتجري في الأرض وأقول نتفاهم؟ مفيش تفاهم، أنا أهرب وخلاص، أهرب. ده رايح لراجل بيسأل لعنة وبيعرض رشوة، يا أخي أنت هتروح ما هيوقعك، حتى ولو أنت شايف نفسك يعني عمرك ما هتنفذ غير اللي ربنا بيقول، هيستدرجك ويوقعك. ويوقعك ممكن بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، حتى لو أنت تظاهرت بالرفض في الأول. المهم يعني فقال له كده، فقال ملاك الرب لبلعام اذهب مع الرجال وإنما تتكلم بالكلام الذي أكلمك به فقط. فانطلق بلعام مع رؤساء بالاق، برضو راح. فلما سمع بالاق أن بلعام جاء خرج لاستقباله إلى مدينة مؤاب التي على تخم أرنون الذي في أقصى التخوم. راح استقبله من بداية البلد كده وعمل له حاجة احتفال، عايز مصلحة فيعمل له احتفال قوي. فقال بالاق لبلعام ألم أرسل إليك لأدعوك؟ لماذا لم تأتي إلي؟ أحقا لا أقدر أن أكرمك؟ أنا مش عارف أكرمك ولا إيه؟ شوفوا الكلام بقى، إيه أنت ما بتجيليش ليه كده برضو؟ أنا واخد على خاطري منك كده، ما تجيليش وكلام ايه من المعسول ده. احقا لا اقدر ان اكرمك؟ ده انا ما اقدرش اكرمك يعني، ده انا ورجل الله ده يدور على كرامه؟ لو هيدور على كرامه هيتكعبل. فقال بالعام لبالاق ها انا ذا قد جئت اليك، ألعلي الان استطيع ان اتكلم بشيء؟ الكلام الذي يضعه الله في فمي به اتكلم. قال له دينا جيت لك اهو، فكرك هعرف اتكلم؟ انا مش هعرف اتكلم، انا الكلام اللي ربنا هيحطه بقي هو اللي هقوله. هل استطيع ان اتكلم بشيء؟ يعني انت فاكرك ان انا هعرف اتكلم اي حاجه انت من اللي انت عايزها؟ لا، الكلام اللي ربنا هيحطه في فمي بيه اتكلم. فانطلق بالعام مع بالاق واتيا الى قريه حصوت، فذبح بالاق بقرا وغنما وارسل الى بالعام والى الرؤساء الذين معه. عمل بقى وليمة ضخمة وإيه وكلهم. وفي الصباح أخذ بالاق بالعام وأصعده إلى مرتفعات بعل، فرأى من هناك
أقصى الشعب. قال له تعالى بقى أوري لك المشكلة اللي إحنا فيها. بعد ما إيه أكلوا وشربوا وبسطوا، وقال له تعالى بقى طلعوا على حتة عالية تشوف المنطقة كلها. قال له شايف الناس دي؟ شايف؟ فقال بلعام لبالاق ابني ليها هنا 7 مذابح وهيئ ليها هنا 7 ثيران و7 كباش. ففعل بالاق كما تكلم بلعام، وأصعد بالاق وبلعام ثورا وكبشا على كل مذبح. فقال بلعام لبالاق الملك قف عند محرقتك فأنطلق أنا لعل الرب يوافي للقائي، فمهما أراني أخبرك به. ثم انطلق إلى رابية فوافى الله بلعام، فقال له قد رتبت 7 مذابح وأصعدته ثورا وكبشا على كل مذبح. فوضع الرب كلاما في فم بلعام وقال ارجع إلى بالاق وتكلم هكذا. الذبيحة فكرتها ربنا هو اللي حطها، سلمها لآدم وآدم سلمها لأولاده. وحتى ذلك الوقت كل الناس اللي هم من ناس نوح برضو عمل ذبيحة، وأولاده سلموا لأولاده. عايزين تفتحوا سكة مع ربنا لازم عن طريق الدم، دم ذبيحة على المذبح. الدم هو اللي يعمل المغفرة، هو اللي يشيل الخطية، الحاجز اللي بينك وبين ربنا. فكرة الذبيحة وفكرة المذبح دي فكرة ربنا اللي حطتها من البداية، من بعد سقوط الإنسان، علشان الإنسان يتقرب إلى الله من خلال الإيه؟ الذبيحة. فعمل ده كان الطقس بتاع إيه؟ الطقس بتاع بلعام إنه يعمل مذابح كده. قال له طب جهز لي ونعمل كده ونفتح السكة مع ربنا، نفتح الخط علشان ربنا يكلمني. وراح سمع من ربنا، ربنا قال له تقول كذا. فرجع إليه، رجع بلعام إلى بلاق. فرجع إليه وإذا هو واقف عند محرقته. بلاق الملك زي ما بلعام وقفه واقف، هو وجميع رؤساء مؤاب. فنطق بمثله وقال، بدأ يقول وقال نبوة طويلة. من آرام آتي به، أتى به بلاق ملك مؤاب من جبل المشرق، تعال إلعن لي يعقوب وهلم اشتم إسرائيل. كيف ألعن من لم يلعنه الله؟ وكيف أشتم من لم يشتمه الرب؟ إني من رأس الصخور أراه، ومن الآكام أبصره. هو ذا شعب يسكن وحده، وبين الشعوب لا يحسب. من أحصى تراب يعقوب وربع إسرائيل بعدد؟ لتمت نفسي موت الأبرار، ولتكن آخرتي كآخرتهم. دي نبوة فيها إشارة، طبعا فيها كلام واضح أنه ما أقدرش ألعن، ما أقدرش أشتم الشعب ده، لأنه ده ربنا مباركه. وبعدين بيقول بقى من رأس الصخور أراه، ممكن يكون بيتكلم عن شعب إسرائيل، ممكن يكون بيتكلم على السيد المسيح اللي جاي من شعب إسرائيل، اللي جاي من نسل يعقوب. لأن هيتكلم، هيقول نبوات عن السيد المسيح بعد شوية. بيقول هو ذا شعب يسكن وحده، ده متميز لوحده، شعب متفرد، لأن ده ربنا هو الراعي بتاعه، ربنا اللي اختاره. فده يسكن وحده، يعني ده شعب متميز عن الباقيين. وبين الشعوب لا يحسب، يعني مش زي بقية الناس. وبعد كده دول هيكونوا بركة، لأنه ربنا وعد إن هم يكونوا كرمل البحر وكالتراب وكالنجوم اللي في السماء. من أحصى تراب يعقوب وربع إسرائيل بعدد؟ ده حتى ولو ربعهم لا يحصوا من كترهم. وبعد كده ربنا حط في بقه الكلمة دي، لتمت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتي كآخرتهم. يعني قال له زي ربنا بيوجه له رسالة، يقول له خلي بالك عشان تموت موت الأبرار، وما تلخبطش، ما تمشيش في سكة غلط، ما تغلطش. هو للأسف ما عملش كده، مع أن ربنا حطها في بقه. ساعات ربنا يحط جوانا اشتياقات حلوة، صح؟ حلوة أوي الاشتياقات دي. نفسي يا رب أعيش في القداسة، نفسي يا رب أكون ماشي في طريق القديسين، نفسي يا رب أتمتع بالسماء. كويس خالص، دي اشتياقات جميلة، الواحد يلاقي الروح القدس كده بيغذيه بيها فيصلي ويقول كده. لكن لازم أشتغل على اللي أنا بشتاق ليه ده، لازم أجتهد، لازم أحافظ على نفسي، لازم أكون توبتي حية، لازم أعيش بالمحبة، لازم أركز مع ربنا،
لازم ادور اتغذى بحب ربنا واتغذى بكلام ربنا واتغذى بعمل النعمة علشان تموت نفسي موت الابرار ولتكن اخرتك اخرتك اخرتهم، مش مجرد اشتياقات وانا عمال بدور على امور العالم وشغلاني عن ربنا. عمري ما هتموت نفسي موت الابرار ولا تكن اخرتك اخرتهم. ربنا حط في بقه الرساله دي علشان نفسه، دي بالذات عشان نفسه، عشان هو ينتبه انه ما يغلطش. فقال بالاق لبلعام الملك، احبط جدا بقى، ماذا فعلت بي لتشتم اعدائي اخذتك وهوذا انت قد باركتهم؟ يعني انا جايبك عشان تشتمهم وتلعنهم، انت بتباركهم؟ فأجاب وقال أما الذي يضعه الرب في فمي أحترس أن أتكلم به. أنا ما أقدرش بقى، اللي ربنا بيحطه في بقي أنا بقوله. يا راجل إيه اللي مقعدك عنده؟ أنت شايف من البداية الراجل ده ما عندوش هدف آخر، عمره ما هيتصاحب عليك ولا هيكرمك مجانا، عايز يلعن شعب إسرائيل بس، عايز ينتصر على شعب إسرائيل وبس. إيه سكتك معاهم؟ ما تمشي، ما مشيش. قالوا لا، إنما أما الذي يضعه الرب في فمي أحترس أن أتكلم به. فقال له بلاق هلما معي إلى مكان آخر تراه منه، إنما ترى أقصاءه فقط وكله لا ترى، فلعنه لي من هناك. يعني المرة الأولانية هو شايف الشعب إسرائيل من زاوية معينة، فقالوا طب بص نروح على حتة تانية تشوفه من زاوية تانية، يمكن الحكاية تيجي معاك وإيه وتلعنهولي من الزاوية التانية دي. برضو يعني المفروض إن بلعام كان ينتبه إن ربنا بيقول كده، وقال مرة واثنين وثلاثة فخلاص راح معاه. فأخذه إلى حقل صوفيم إلى رأس الفسجة، وعملوا الطقس بتاعهم ده بتاع بلعام، بنى 7 مذابح وأصعد ثورا وكبشا على كل مذبح. فقال لبلاق بلعام، قال له الطقس بتاعنا أدينا نقدم كده، وبعد كده أنا هروح في حتة لوحدي وأصلي وأشوف ربنا يقول لي إيه. فقال لبلاق قف هنا عند محرقتك وأنا أوافي هناك. فوافى الرب بلعام ووضع كلاما في فمه وقال ارجع إلى بلاق وتكلم هكذا. فأتى إليه وإذا هو واقف عند محرقته ورؤساء مؤاب معه، فقال له بلاق ماذا تكلم به الرب؟ فنطق بمثله وقال، يعني زي ما ربنا قال له نطق، قم يا بلاق واسمع، اصغي إلي يا ابن الصفور، ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي؟ إني قد أمرت أن أباركك فإنه قد بارك فلا أرده، إني قد أمرت أن أبارك فإنه قد بارك فلا أرده. يعني ربنا مش هيرجع في كلامه ولا هيغير كلامه، وأنا ربنا بيأمرني إن أنا أبارك خلاص يبارك. وراح مزود نبوة زيادة على شعب إسرائيل وعلى السيد المسيح. لم يبصر إثما في يعقوب ولا رأى تعبا في إسرائيل، الرب إلهه معه وهتاف ملك فيه. الله أخرجه من مصر له مثل سرعة الرئم، إنه ليس عيافة على يعقوب ولا عرافة على إسرائيل. في الوقت يقال عن يعقوب وعن إسرائيل ما فعل الله، وذا شعب يقوم كلبوة ويرتفع كأسد لا ينام حتى يأكل فريسة ويشرب دم قتل. أنا بس بستغرب قوي أن ربنا بيمدح شعبه المزعج المتعب اللي دايما صلب الرقبة، دايما مش بيشكر، دايما كان أخطأ فظيعة، وعمال يقول له إيه، يقول عنه إيه، لم أبصر إثما في يعقوب ولا رأى تعبا في إسرائيل. لم يبصر، يعني ربنا ما شافش إثم في يعقوب ولا رأى تعب في إسرائيل عشان يتلعن.
دايما احنا كده في عينين ربنا واحنا وحشين ونستاهلش، لكن هو شايفنا حلوين، ما يسمحش ان حد ياذينا، ما يسمحش ان في لعنه تيجي علينا واحنا ما نستاهلش، سواء عشان من محبته لينا شايف كده. وممكن تكون نبوه عن السيد المسيح اللي هو من نسل يعقوب، هو الوحيد اللي بلا اثم، وهو الوحيد اللي لم يرى، لم يعني ما صدرش منه تعب لحد. الرب اله معه وهتاف ملك فيه، ده كلهم بيهتفوا بالملك ربنا الههم، وربنا اخرجه من ارض مصر وصفاته بقى جميله، له سرعه الرئم وليس عيافه على يعقوب ولا عرافه على اسرائيل، يعني ما تحوقش فيه، ما تاثرش فيه. السحر والعرافه والعيافه والحاجات اللي زي كده ملهاش سلطان على اولاد ربنا، ملهاش سلطان على اولاد ربنا. السحر موجود بس ملوش سلطان على اولاد ربنا. في الوقت يقال عن يعقوب وعن اسرائيل ما فعل الله، بقى عم زي الاسد كده، هو لا ينام حتى ياكل فريسه ويشرب دم قتل. بلاق مع خايف وما عندوش حلول، وبالعام مش عايز يلعن الشعب، فقال لك طيب ايه رايك يا بالعام نعمل حل وسط. الشيطان لما يلاقي ولاد ربنا بيقاوموه يستدرجهم لحل وسط، طب معلش، طب شويه كده شويه كده، طب بص انا مش بقول لك ما تصليش، بس يعني ما فيش مانع تعمل دي مع دي، انا مش بقول لك يعني اعمل خطيه، بس يعني ما فيش داعي للصوم والصلاه، انا مش بقول لك اعمل خطيه، مش بقول لك اشتم ولا اعمل كذا اي حاجه وحشه، بس يعني بلاش يعني الحاجات دي، الحاجات الايجابيه. وبعدين الانسان يستدرج ويقع. فقال بلاق لبلعام لا تلعنه لعنه ولا تباركه بركه، خلاص يا سيدي انا مش هطلب منك تلعن. فاجاب بلعام وقال لبلاق الم اكلمك قائلا كل ما يتكلم به الرب فاياه افعل؟ انا قلت لك انا اللي هيقوله ربنا. تحس ان الكلام ورا كلام. بلعام ما يقدرش يخالف ربنا، بس عمال يقول لبلاق، تقول له اصل الموضوع مش ذنبي، ربنا اللي عايز كده، مش ذنبي، يعني زي يقول له انا متعاطف معاك بس انا هعمل ايه؟ مش انا قلت لك ما اقدرش اتكلم، ما اقدرش. فده تحس ان بلعام مع بلاق مش مع ربنا، يعني متعاطف قوي معاه، يقول له بس معلش لو عليا كنت عملت وسويت، لكن انا مش قادر، اصل ربنا بيحط الكلام في بقي وانا ما اقدرش، هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ كان بودي اساعدك. قلبه مش مع ربنا، قلبه مع الناس، عايز يرضي حد من اجل منفعه، من اجل مصلحه. فقال بلاق لبلعام، قال له طيب نعمل محاوله ثالثه. فقال بلاق لبلعام هلما اخذك الى مكان اخر عسى ان يصلح في عيني الله ان تلعنه لي من هناك. مش انت لسه بتقول ما تلعنوش وما تباركوش؟ الشيطان لا يكل ولا يمل، حتى لو قالك انا مش هعرض عليك الخطيه، بعد 5 دقائق يكون عارضها. بلاش، انا مش بطلب منك اي حاجه، بس يعني بلاش حكايه المزامير دي والحاجات ديت، ملاش لا ملاش لازمه. اول ما الانسان يوقف صلاه ويضعف يروح عارض عليه الخطيه ويجيبه الارض بقى. فقال له طب بص، طب ده لسه ربنا قايل لك هل الله ليس الله انسانا فيكذب ولا ابن انسان فيندم، مش هيغير كلام. تعال اخذك الى مكان اخر عسى ان يصلح في عيني الله ان تلعنه لي من هناك. فاخذه، مهم ان بلعام ماشي مع بلاق، اي حاجه حاضر يا حاضر يا جلاله الملك حاضر. فأخذ بلاق بلعام إلى رأس فغور المشرف على وجه البرية، فقال بلاق لبلعام ابني ليها هنا 7 مذابح وهي ليها هنا 7 ثيران و7 كباش. ففعل بلاق كما قال بلعام وأصعد ثورا وكبشا على كل مذبح. فلما رأى بلعام أنه يحسن في عيني الرب أن يبارك إسرائيل لم ينطلق كالمرة الأولى والثانية ليوافي فألا، بل جعل نحو البرية وجهه.
ما راحش يوحي فعلا يعني ياخد رساله من ربنا، فما رضاش يروح بقى لوحده يصلي ويطلب ربنا يحط الكلمه. هو فهم خلاص ان لا يحسن في عيني الرب ان يعني ان هو يلعن اسرائيل، ويحسن في عينه ان يبارك اسرائيل. فقال لك طب خلاص بقى انا هعمل حاجه ثانيه. فجعل نحوها البريه وكاه، ورفع بلعام عينيه وراء اسرائيل حلا حسب اصباطه، فكان عليه روح الله. على الرغم ان هو ما راحش يطلب، ربنا عطاله وحي وعطاله نبوه، ومن اوضح النبوات اللي هي في العهد القديم عن السيد المسيح. فنطق بمثله وقال، مثله يعني زي ما ربنا عطاه، وحي بلعام ابن بعور، وحي الرجل المفتوح العينين، وحي الذين يسمع، وحي الذي يسمع اقوال الله، الذي يرى رؤى القدير مطروحا وهو مكشوف العينين. ما احسن خيامك يا يعقوب، مساكنك يا اسرائيل، كأودية ممتدة، كجنات على نهر، كشجرات عود غرسها الرب، كأرزات على مياه، أرزات الأرز يعني جمع شجرة الأرز، يجري ماء من دلائه، ويكون زرعه على مياه غزيرة، ويتسامى ملكه على أجاج، وترتفع مملكته. أجاج ده يعني ملك بتاع بلد تانية، أو ممكن يكون أمة أخرى يعني. الله أخرجه من مصر، له مثل سرعة الرئم، يأكل أمم مضايقيه، ويقضم عظامهم، ويحطم سهامهم، جثم كأسد، ربض كلبؤة، من يقيمه؟ مباركك مبارك، ولاعنك ملعون. طبعا نبوة جميلة جدا عن الشعب الإسرائيلي. فاشتعل غضب بالاق الملك على بلعام، وصفق بيديه، وقال بالاق لبلعام: لتشتم اعدائي دعوتك، وهوذا انت قد باركتهم الان ثلاث دفعات، فالان اهرب الى مكانك، وقلت اكرمك اكراما، وهوذا الرب قد منعك عن الكرامه. يا راجل انت تعرف ربنا عشان تقول هوذا الرب؟ ده الشيطان لما يحب يقول لك ايه اللي انت بتعمله ده، ما يرضيش ربنا، الصوم ده ما يرضيش ربنا، انت ليك في ربنا؟ ولا بتحطه ودخله في جمله كده علشان تأثر عليا؟ شيطان مخادع. شوفوا الراجل، انا كنت عايز اكرمك لكن ربنا منعك من الكرامه، كرامه الانسان ان هو ينفذ وصيه ربنا، كرامه الانسان ان هو يكون بتاع ربنا، كرامه الانسان ان هو يتبع ربنا، مش كرامه الانسان تجي له من البشر. البشر النهارده يكرموه بكره يقتلوه ويهنوه. قال ايه؟ قلت اكرمك اكراما، وهوذا الرب قد منعك عن الكرام. فقال بلعام لبلاق، برضه بلعام ايه؟ بيدور على الكرامه، مشكلته بقى هتظهر هنا. بيدور على الكرامه، بيدور على الفلوس، بيدور على المكاسب. دي هي اللي اعمت عينيه، ودي اللي خليته ضل في الاخر. فقال بلعام لبلاق: ألم أكلم أيضا رسلك الذين أرسلتهم إلي قائلا: ولو أعطاني بلاق ملء بيته فضة وذهبا لا أقدر أن أتجاوز قول الرب لأعمل خيرا أو شرا من نفسي؟ الذي يتكلمه الرب فإياه يتكلم، والآن هوذا أنا منطلق إلى شعبي، هلما أنبئك بما يفعل هذا الشعب بشعبك في آخر الأيام. قال له: يا عم خلاص، أنا مش عايز منك حاجة، يعني تقول لي إكرام؟ ده أنا حتى أنا قلت في الأول، ما أنا قلتها في الأول. طب لما انت قلتها في الاول رايح له ليه؟ ما انا قلتها في الاول، لو اعطاني فضه وذهب ملء بيته، فضه وذهب برضه انا مش هنطق غير اللي ربنا يحطه في لساني. طب انت رايح له ليه؟ على العموم انا ماشي يا عم، انا مروح. بيقولها كده هو ايه؟ نفسه في ال... بس قبل ما امشي هقول لك الشعب ده هيعمل في شعبك ايه؟ ربنا راعطي له نبوه ثانيه. المهم ان ربنا لسه شغال معاه ولسه بيديله يتنبأ. ثم نطق بمثله وقال: وحي بلعام ابن بعور، وحي الرجل المفتوح العينين،
وحي الذي يسمع أقوال الله ويعرف معرفة العلي، الذي يرى رؤيا القدير ساقطا وهو مكشوف العينين، بيقول إيه بقى؟ أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا، يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل، فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى، ويكون أدوم ميراثا ويكون سعير وأعداؤه ميراثا، ويصنع إسرائيل ببأس، ويتسلط الذي من يعقوب ويهلك الشارد من مدينة. لسه هيكمل بس أعلق بسرعة على دون. أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا، ده الكلام عن مين؟ عن المسيح المخلص. وكمان ممكن يكون أنه بيتكلم على ملك من ملوك إسرائيل، من شعب إسرائيل، هيجي ويبيد مؤاب خالص، وبيقول هيبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل، قد يكون عن السيد المسيح، وقد يكون اللي هو سيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى. وبني الوغى في ترجمة بتكتب بني شيث، أو يعني حد من القرايب، يعني اللي هما بتوع مؤاب اللي حواليهم الأطراف بتاعتهم. ويكون أدوم ميراثا، أدوم اللي هي الأرض، يعني أرض أدوم كلها تبقى يورثوها ياخدوها شعب إسرائيل. ويكون سعير أعداؤه ميراثا برضه، ويصنع إسرائيل ببأس بقوة، يعني إسرائيل هيملك على كل ده. ثم رأى عماليق فنطق بمثله وقال، برضو جت سيرة عماليق، أو مش سيرة عماليق، عايز أقول أنه ربنا كشف له كمان، قال له قول كمان عن عماليق، مش بس مؤاب وسعير، لا قول كمان عن عماليق. قال إيه؟ عماليق أول الشعوب، وأما آخرته فإلى الهلاك. ثم رأى القيني فنطق بمثله وقال، ليكن مسكنك متينا وعشك موضوعا في صخرة، ولكن يكون قاين للدمار حتى متى يستأسرك أشور. كل ده ينتهي وأشور هتيجي تسبيهم. ثم نطق بمثله وقال، آه من يعيش حين يفعل ذلك، تأتي سفن من ناحية كتيم وتخدع أشور وتخدع عابر، فهو أيضا إلى الهلاك. دي بعد كده يمكن مملكة اليونانيين اللي هي تخدع كل المنطقة بتاعة أشور وبابل وفارس. ثم قام بلعام وانطلق ورجع إلى مكانه، وبالاق أيضا ذهب في طريقه. هنا في حتة ناقصة ما تذكرتش، إيه اللي حصل بينهم؟ هنعرف 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 هنعرفها من حتة تانية. فانطلق بلعام وبلاق راح لطريقه. نعم بالضبط، أعطاله مشورة وخد تمنها، قال له أنا ما أقدرش أعمل حاجة، إحنا وقفنا لحد هنا، بس أنا هدي لك مشورة، هدي لك مشورة تعملها أنت بينك بقى وتتصرف، تتصرف أنت. خد حسابها ومشي. المشورة دي إيه؟ أدينا هنشوفها في الإصحاح الجاي. وأقام إسرائيل في شطيم، وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب. بدأت إيه؟ قال له بص، الشعب ده بتاع ربنا مقدس، ربنا حافظه إنه يبقى مقدس، ما يتنجسش مع أي شعوب أتانية ولا في خطية يكون فيه. اطلق شوية بنات من عندك عليهم، كم ألف بنت كده، ويروحوا يبتدوا بقى يغروا الشعب. بس لما هيقع في الخطية لعنة ربنا هتحل عليهم بشكل تلقائي. فخلاص قال له بس فكرة جهنمية، خد حسابها ومشي. هنعرف بعد كده الكلام ده مذكور في حتة تانية. ابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب، فدعونا الشعب إلى ذبائح آلهتهن، فأكل الشعب وسجد لآلهتهن. يعني الشهوة تجنن الإنسان، تفقده صوابه، تفقده عقله، تفقده علاقته بربنا بالكامل. مش بس بقى زنا، زنا وإيه وسجود للأوثان. وتعلق إسرائيل ببعل فغور، ده أحد الآلهة بتاعت بلاق بتاعت المؤابين. فحمي غضب الرب على إسرائيل، فقال الرب لموسى،
خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس فيرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل. دول يتقتلوا كده بالسيف اللي عملوا كده وعبدوا الأوثان وزنوا. فقال موسى لقضاة إسرائيل: اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فغور. فبعل يعني سيد، فغور للمنطقة، الإله بتاع المنطقة يعني. وإذا رجل من بني إسرائيل جاء وقدم إلى إخوته المديانية أمام عيني موسى وأعين كل جماعة إسرائيل وهم باكون لدى باب خيمة الاجتماع، يعني موسى وبعض الشيوخ إسرائيل بقوا بيبكوا بيقدموا توبة نيابة عن الشعب اللي ضل وهلك ده. فلما رأى ذلك فينحاس ابن إليعازر ابن هارون الكاهن قام من وسط الجماعة وأخذ رمحا بيده ودخل وراء الرجل الإسرائيلي إلى القبة، لأن الرجل خد البنت المديانية الغريبة ودخل بيها جوه الهيكل يعمل خطية. فرمى رأى ذلك فينحاس ابن إليعازر ابن هارون الكاهن قام من وسط الجماعة وأخذ رمحا بيده ودخل وراء الرجل الإسرائيلي إلى القبة وطعن كليهما الرجل الإسرائيلي والمرأة في بطنها، فامتنع الوباء عن بني إسرائيل وكان الذين ماتوا بالوباء 24,000. فكلم الرب موسى قائلا: فينحاس ابن إليعازر ابن هارون الكاهن قد رد سخطي عن بني إسرائيل بكونه غار غيرتي في وسطهم حتى لم أفني بني إسرائيل بغيرتي، لذلك قلها أنا ذا أعطيه ميثاقي ميثاق السلام، فيكون له ولنسله من بعده ميثاق كهنوت أبدي لأجل أنه غار لله وكفر عن بني إسرائيل. وكان اسم الرجل الإسرائيلي المقتول الذي قتل مع المديانية زمري ابن سالو رئيس بيت أب من الشمعونيين، واسم المرأة المديانية المقتولة كزبي بنت صور وهو رئيس قبائل بيت أب في مديان. ثم كلم الرب موسى قائلا: ضايقوا المديانيين واضربوهم لأنهم ضايقوكم بمكايدهم التي كادوكم بها في أمر فغور. اشتركوا الظهر مع المؤابيين وبعتوا شوية بنات من مديان، وأمر كزبي أختهم بنت رئيس لمديان التي قتلت يوم الوباء بسبب فغور. الشيطان له وسائل كثيرة، لما بيفشل بالطريقة المباشرة بيشتغل بطريقة غير مباشرة. بالعام ده في إصحاح 31 عدد 8 لما جم يبيدوا المديانيين، واضح ان هو كان من المديانيين، فبيقول كده: ملوك مديان قتلوهم فوق قتلهم وآوي وراقم وصور وحور ورابع، خمسة ملوك مديان، وبلعام ابن بعور قتلوه بالسيف. دي نهاية بلعام، صح؟ 31 عدد 8. طيب ايه الفكرة بقى بتاعت بلعام دي؟ هتلاقوا كتير في العهد الجديد بقى، في موجود كان طبعا في التقليد اليهودي اللي حصل بالتفصيل ونقلوه أبائنا الرسل وحطوه لنا في العهد الجديد. ناخد الآيتين ثلاثة اللي عن الموضوع ده في العهد الجديد. أول حاجة ممكن نلاقيها في سفر الرؤيا، ناخد كده من الآخر للأول. في سفر الرؤيا بيقول إيه؟ عدد في الإصحاح الثاني عدد 14 بيقول لملاك الكنيسة بتاع برغاموس: عندي عليك قليل أن عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بالاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. يبقى بلعام أوصى بالاق وعلم بالاق، قال له شوف الطريقة إن أنا ألعنهم مش هيحصل، إن أنا ما أقدرش، مش في إيدي لي، لكن تحط قدامهم عثرة. فألقى معثرة أمام بني إسرائيل اللي هم البنات مؤاب، يستدرجوهم للزنا ويستدرجوهم لعبادة الأوثان، وهذا ما حدث. يبقى دي ده التعليم اللي وصاه بالعام لبالاق، كان يعلم بالاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان
ويزنو. ده ايه؟ ده في سفر الرؤيا الاصحاح الثاني. في رسالة يهوذا عدد 11 ورسالة بطرس الأولى الإصحاح الثاني عدد 15. نرجع خطوة صغيرة لورا من سفر الرؤيا لرسالة يهوذا جنبها على طول. فعدد 11 بيقول إيه؟ بيقول ويل لهم، بيتكلم على بعض الناس اللي يعني عايشين في الخطية وبيستهينوا بربنا. ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين، تمثلوا بقايين اللي استهتر بالذبيحة وقتل أخوه بدم بارد وما اعترفش بخطاياه يعني سلكوا طريق قايين، وانصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة. انصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل إيه؟ أجرة. يبقى هنا واضح إن بلعام قدم المشورة من أجل إنه ياخد أجرة، مش هيجي على الفاضي الراجل يعني، مش هيجي على الفاضي، ما جيش حق المشوار. قال له طب انا اقول لك مشوره، واخد الاجر. والتفصيل بقى الكتير قوي بوضوح قوي في بطرس الاولى الاصحاح الثاني في عدد 15 بيقول ايه؟ بطرس بطرس الثانيه بطرس الثانية الإصحاح الثاني عدد 15 برضو بيتكلم على الناس اللي يعني اللي ماشيين وراء شهوات الجسد في النجاسة إلى آخره، يحسبون كحيوانات غير ناطقة إلى آخره. فبيقول عليهم من يعني مثلا عدد 14 لهم عيون مملوءة فسقا لا تكف عن الخطية إلى آخره. بعدين في عدد 15 بيقول قد تركوا الطريق المستقيم فضلوا تابعين طريق بلعام ابن بصور، ابن بعور او ابن بصور، الذي احب اجره الاثم. يعني ايه؟ طب انت هتعمل حاجه غلط يا حبيبي، انت هتوقع الناس، انت هتبهدل الناس، ما مش مشكله، انا اخد اجرتي وبس، انا عايز اخد الاجره، عايز فلوس. طب الفلوس دي انت عشان تاخدها هتاذي ناس كتيره خالص عشان تاخدها. يعني ساعات افكر كده اللي بيفتح بار مثلا عايز يكسب، طب بس انت هتاذي ناس كتير، انت هتبهدل ناس كتير، هو ملوش دعوه. دي نسميها اجره الاثم. ها، احب اجره الاثم، يعني انت بتاذي ناس كتير خالص خالص. هو بيفكر يقول لك ده بزنس، اخد اطلع منه بفلوس، أحب أجرة الإثم. شوف، ضلوا تابعين طريق بلعام ابن بصور الذي أحب أجرة الإثم، ولكنه حصل على توبيخ تعديه، أخذ توبيخ من ربنا، إذ منع حماقة النبي حمار أعجم ناطقا بصوت إنسان. خد التوبيخ من الحمار، قال له أنت ماشي في السكة الغلط، وأنا ما غلطتش عشان تعمل فيا كده. دي الضلاله بتاعت بلعام، ودي ده اللي عمله بلعام. كده احنا الحادثه بتاعت بلعام دي بكل ما فيها جت وهم على مشارف ارض الموعد زي ما احنا عارفين، ومن خلالها منهم ناس كان مفترض يدخلوا أرض الموعد ما دخلوش، 24,000 ماتوا بالوباء ما دخلوش أرض الموعد. ها، فمش معنى أن كل واحد مشي ورا ربنا شوية وعبر البحر اتعمد يعني وكان بياكل طعام روحي ويشرب شراب روحي وماشي كويس بيوصل، ممكن يتعثر في وسط السكة ويمشي ورا الشهوات الوحشة ويضيع وما يكملش وما يدخلش اورشليم، ما يدخلش اورشليم السماويه يعني، انا قصدي في العهد الجديد. مش معنى ان الواحد ماشي ورا ربنا
يبقى وصل. لا، قديس بولس الرسول قالها في كورنثوس الأولى الإصحاح العاشر إنه في بعضهم قال كده، بأكثرهم لم يسر الله لأنهم طرحوا في القفر، وهذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. فلا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم، ولا نزني كما زنى أناس منهم، ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم، ولا تتذمروا كما تذمر أناس منهم. فهذه الأمور جميعا أصابته مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إذا من يظن أنه قائم فلينظر ألا إيه يسقط. فده إنذار وتنبيه لنا، من يظن أنه قائم فلينظر لألا إيه يسقط. كده احنا خلصنا بسرعة الأربع إصحاحات دول بتوع بالعام. إن شاء الله من الأسبوع الجاي ناخد الإصحاح 26، وفي يعني 26 كله تقريبا يعني حاجات هنعدي عليه بسرعة لأنه هو فيه تعدادات وأسماء وحاجات زي كده، وهنكمل بسرعة دراستنا في سفر العدد. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. حد عنده تعليق أو سؤال؟ تفضل نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نشكرك يا رب يسوع لأنك اخترتنا نكون خاصتك يا رب. نشكرك لأنك قدستنا بدمك. نشكرك لأنك بتنور لنا يا ربي بروحك القدوس الطريق وترافقنا يا رب، وعلمتنا أن احنا نتبعك ونلتصق بيك، ننكر ذاتنا ونحمل الصليب ونتبعك، لكي لا يكون للعدو نصيبا في حياتنا، لا في فكرنا ولا في قلبنا ولا في مشاعرنا، ولا يكون له وطأة قدم في حياتنا أبدا. أعطينا أن احنا نكون مقدسين ليك يا رب، نكون أقوياء في رفض الخطية. باركنا بكل بركة روحية، احفظنا من كل شر، نمينا في محبتك يا رب. بركة أمنا الست العذراء، بركة كروزنا مريم مرقس، بركة كل مصاف القديسين. استجبنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي إلى الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم.